السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في مادة العلوم العامة. درس جديد في مادة الفيزياء بعنوان القوى المتوازية. لنبدأ بتجربة بسيطة. لو أخذنا مسطرة بشكل أفقي، إذا هذه المسطرة مثبتة على نابضين. كل نابض مثبت على طرف من هذه المسطرة وتمثلان بقوتان. النابض الأول يمثل بالقوة الأولى F1 شعاع، والنابض الثاني يمثل بالقوة F2 شعاع. ونعلق في منتصف المسطرة ثقل جسم شاقوليا. إذا نلاحظ أن مؤشر النابض القوة الأولى ومؤشر النابض الثاني يساوي مجموع القوتين، يعني أن المحصلة أن قوة الثقل تساوي مجموع القوة الأولى والقوة الثانية. إذا لنعرف القوة المتوازية، هي القوة التي تكون حواملها متوازية. حامل القوة الأولى يوازي حامل القوة الثانية، وأيضاً يوازي حامل قوة الثقل. إذن لنلاحظ ثانياً محصلة قوتين متوازيتين وبجهة واحدة. إذن لنقوم بتجربة أيضاً بسيطة. نحضر مسطرة طولها AB، هذه الخطوة الثانية، ونعلق في المسطرة الطرف الأول قوة 2 نيوتن، وعند الطرف B نعلق أيضا 3 نيوتن. ولو أخذنا ربيعة أقناها في منتصف المسطرة، ماذا نلاحظ؟ هل تتوازن المسطرة من خلال القوى؟ نعم جنى. لو أخذنا ربيعة وعلقناها ثبتناها في منتصف المسطرة، هل تتوازن المسطرة من خلال القوة الأولى والقوة الثانية؟ أنت تتوازن. انتبهي، لو علقناها في المنتصف الربيع في منتصف المسطرة، هل تتوازن؟ ما بتتوازن لأنه ما معلقة بالنص. هي لا، بتقول بتحطها بالنص. رقمي أنا هون، بتتوازن المسطرة. إذن هنا نلاحظ أن المسطرة لو علقناها في المنتصف فإنه لا يحدث توازن أفقيا للمسطرة من خلال القوة الأولى والقوة الثانية، لأن القوة الثانية تكون أشد قوة من القوة الأولى وأثقل منها. عندما يكون الجسم في طرف أثقل من الجسم الثاني، وأخذنا لنزل نعلقه في المنتصف، نلاحظ أن الجسم الأثقل يكون فنلاحظ أن المسطرة سوف تميل بناح الجسم، بينما فإن هنا لا يحدث توازن أفقي بالنسبة للمسطرة وللقوة المتوازية. في الشكل هذا نفس القوة الثانية 3 نيوتن، والقوة الأولى 2 نيوتن. إذا لكي تتوازن المسطرة فنسحب الربيعة باتجاه القوة الأكبر حتى تشكل توازنا أفقيا للمسطرة.
ونلاحظ من هذه التجربة أن عندما أزحنا الربيع إلى القوي الأكثر إلى القوي الأكبر، فنلاحظ أن الربيع تقف عند المؤشر عند 5 نيوتن. إذن نستنتج أن محصلة القوى عندما يقف المؤشر عند 5 نيوتن، فنلاحظ أن المحصلة تساوي مجموع القوتين، قوة الأولى زائد القوة الثانية. إذن لدينا القوة الأولى 2 نيوتن، والقوة الثانية تساوي 3 نيوتن. 2 زائد 3 يساوي 5 نيوتن. فهذا أن مجموع القوتان الأولى والثانية تساوي محصلة القوة. إذن نسمي المسافة من A إلى B البعد. إذن نسمي البعد بين A و B ونرمز له برمز D، بينما البعد بين A و C، إن هذه هي المسافة، أي نسمي البعد نسمي D1 البعد الأول. وأيضاً المسافة بين C و B أيضا نسميه البعد ويرمز له ب D2. نلاحظ أن القوة الأولى ضرب القوة ضرب البعد الأول يساوي القوة الأولى قيمتها 2 ضرب البعد الأول. البعد الأول هو 6 سنتيمتر. إذن لنحوله إلى المتر، ماذا نفعل لنحوله إلى المتر؟ نعم نجلاء، ماذا نفعل حتى نحوله إلى المتر؟ لدينا نقسم على مي. نعم أحسنتي، نقسم على مي لكي نحوله إلى المتر، فتصبح لدينا القيمة 2 ضرب 6% يساوي 12% متر بنيوتن. إذا متر واحدة البعد ونيوتن واحدة القوة. القوة ضرب البعد يساوي الواحدة هي متر بنيوتن. لننتبه إلى الواحدة. إذا وأيضا نلاحظ أن F2 ضرب D2 البعد الثاني يساوي قيمة القوة الثانية 3 نيوتن ضرب البعد الثاني 4%. أيضا حولنا، إذا البعد بين C و B هو 4 سنتيمتر، حولنا من السنتيمتر إلى المتر بتقسيم على مي، فأصبح لدينا 3 نيوتن ضرب 4% متر يساوي 12% متر بنيوتن. متر بنيوتن. إذا ماذا نلاحظ في قيمتي الأول والثاني؟ ماذا نلاحظ في القيمتي الأول والثاني؟ نعم نعم نور، أنها متساويات. إنهما متساويان، أحسنتي. إذا نستنتج من هذا الكلام جداء، نستنتج جداء شدة القوة الأولى أي F1 في بعد حاملها، البعد حامل القوة الأولى هو D1 عن حامل المحصلة. إذا شدة القوة الأولى، هذه شدة القوة الأولى في البعد الأول للقوة عن حامل المحصلة، هذه هي المحصلة حاملها، هذه هي المسافة البعد، يساوي جداء شدة القوة الثانية في البعد الثاني عن المحصلة.
ونستنتج بالعلاقة. نعم، ماذا نستنتج بهذه العلاقة؟ نكتبها بالرموز. F ضرب F واحد ضرب D واحد يساوي F اثنين ضرب D اثنين. نعم، أحسنتي. إذن نستنتج بالرموز F واحد ضرب D واحد يساوي F اثنان ضرب D اثنان. إذن ما هي ال F واحد؟ ماذا تمثل F واحد؟ القوة الأولى. نعم، وال ودي واحد أنت ما عندك صورة. نعم، ماذا أنا سيدي واحد طول الزراعة طول يمثل دي واحد هو البعد عن حامل المحصلة الأولى بين القوة الأولى والمحصلة، هذا هو البعد دي واحد. هو إذا نلاحظ هنا على الرسمة، إذا دي واحد هو البعد بين القوة الأولى والمحصلة. المحصلة هذه حامل المحصلة، إذا الربيع هي حامل المحصلة، تمثل الربيع هي حامل المحصلة. إذا البعد هو بين القوة الأولى والمحصلة. إذا ماذا تمثل F2؟ F2 تمثل القوة الثانية. نعم، أحسنتي. الدي اثنان ماذا تمثل؟ أنسي هو البعد بين حامل القوة. حامل القوة الثانية و نعم جنى، أنسي هو البعد بين حامل القوة الثانية وال المحصلة، عن حامل المحصلة.